مرحبا. في نهاية تجربتي للكورفت زد او 6 قلت لكم انه حسيت السيارة فيها قوة زيادة عن اللزوم، خاصة لاستخدامك لها على الطرقات العادية، ونصحتكم انه تروحوا على المعرض وتشوفوا نسخ الكورفت العادية، ولكن شفرليه عم تقدم لنا حل افضل بكتير، وهي سيارة الكورفت جراند سبورت او ما يمكن نسميه زد او 6 لايت. وطبعا هاي السيارة عم تحمل شعار الجراند سبورت اللي هو شعار تاريخي ومميز جدا، بدأت رحلته عام 1963، وقتها قامت شفرليه بصناعة 5 سيارات بس للسباق بالحلبات، وتميزت هاي السيارات وقتها بتصنيعها من مواد خفيفة جدا، وأيضا على أنه أضافت زوايد على السيارة لتزيد من انسيابيتها وثباتها على الطريق. ولكن إحنا كمستهلكين حصلنا على الجراند سبورت بعامين بس، هم 1996 و2010، وهي احنا بال2017 عم نحصل على جراند سبورت جديدة. خلينا نتعرف اكثر على هاي السيارة المميزة. وهاي احنا بعام 2017 عم نحصل على الكورفت جراند سبورت، واللي مثل ما احنا شايفين عم تشبه الزد او 6 كثير من الخارج، خاصة انها هي عم تحمل جميع الزوايد الموجودة على الزد او 6، واللي هي طبعا زوايد فعالة، فعنا هاي الفتحات الموجودة بالامام، الفتحة على غطاء السيارة، الفتحة الموجودة هون بالجنب اللي بتحمل شعار الجراند سبورت، وأيضا هون بالخلف عندنا فتحة بالأعلى وفتحة هون بالأسفل أمام الإطار الخلفي. طبعا وظيفة هاي الفتحات طبعا زيادة انسيابية السيارة وأيضا ثباتها على الطريق، وبتعمل دور مهم على تبريد أجزاء السيارة الميكانيكية. وهون عندنا بالخلف مثل الزد او 6 عم نحصل على هذا الجناح الكبير اللي هو مع زيادة السرعة عم بيعطينا ضغط عمودي كبير على الإطارات الخلفية ليزيد من ثبات السيارة. وقد ما الجناح كبير بالخلف رح نلاحظ انه جعلوا تصميمه بالمنتصف شفاف لحتى ما يعيق رؤيتك وانت عم تنظر بالمرآة الخلفية. وطبعا ممكن اقولكم انه مقارنة بالكورفت الستينغري العادية، هاي السيارة عم تيجي اعرض ب3 انش. وأيضاً تتميز معانا الكورفت جراند سبورت بتصميمها الداخلي، فأولاً المواد المستخدمة هي جيدة جداً بل ممتازة، فعنا استخدام كتير للجلد والجلد المخملي الكانتارا اللي عم نجده على مقود القيادة، مقبض الجير، وعلى سقف السيارة اللي هو ممكن إزالته يدوياً ووضعه بصندوق الأمتعة لتتمتع بسيارة مكشوفة على طراز تارجا. وطبعا بنجد الجلد مستخدم في جميع انحاء السياره، هون في المنتصف على تابلو السياره وعلى الابواب، ولكن في استخدام للبلاستيك هون شوي بالسياره. تمنيت لو انه حصلنا مثل ما حصلنا بالزد او 6 على كاربون فايبر بداله. وايضا السياره بتتمتع بكراسي رياضيه، اولا بتعطيك دعم كبير عند القياده، وايضا مريحه جدا بسبب انه مش بس تتحكم بمستوى بعد الكرسي من تحت والظهر، ولكن ايضا فيها تحكم لمدى الدعم الموجود عندك في اسفل ظهر الكرسي وايضا على الجوانب، فانت بتقدر تتحكم وتزيده او تقلله على حسب حجمك لحتى تكون مرتاح عند قياده السياره، وايضا تحصل على الدعم المطلوب لما تقود السياره باداء عالي وسرعات عاليه. وايضا طبعا ما ننسى انه السياره بتجينا بهاي اللوحه اللي بتذكرنا دائما بانه احنا بسياره عريقه، هي الجراند سبورت. والجراند سبورت مزوده بجميع المواصفات اللي رح تخلي حياتك اليوميه مع هاي السياره اسهل بكتير، فبدءا من انه عندنا
كاميرا خلفية وحساسات خلفية، أيضا عندنا كاميرا وحساسات في الأمام لحتى تصف السيارة الواطية جدا والعريضة جدا بكل سهولة. طبعا عم نحصل على نظام الترفيهي ماي لينك من شيفورلي اللي فيه طبعا نافيجيشن ونظام بلوتوث وأيضا نظام لحتى تستخدمه على الحلبات وبراقب السرعات والأوقات اللي عم بتجيبها على الحلبة. والسيارة مزودة بنظام تكييف كلايمت كنترول منفصل للسائق والراكب، مع انه السيارة طبعا صغيرة كتير ولكن هذا الشيء جيد انه نحصل عليه، مع تكييف وتدفئة للكراسي. وايضا من اهم الاشياء اللي عم نحصل عليها بهاي السيارة هي نظام تعديل وضعيات القيادة اللي هو عم بتغير معانا من وضعية وذر اللي هي بتستخدمها طبعا عنا هون قليل، لكن برا بيستخدموها لما يكون في ثلج على الطرقات. طبعا ايكونومي اللي هي بتعطيك توفير بالوقود، تور اللي هي للقيادة العادية، وطبعا سبورت للقيادة الرياضية. وبمجرد ما تحط السيارة بوضعية سبورت راح تسمع صوت صمامات العادم تحتك وهي عم تفتح لتعطي صوت الـ V8 اللي انت دائما بتدور عليه بسيارة مثل الكورفت. وطبعا السيارة عم تجينا مجهزة بعدادات قابلة للتعديل لحتى انت تحط المعلومات اللي بدك اياها امامك، حتى انه النافيجيشن نفسه ممكن تحطه على هاي الشاشة لحتى ما تشيل نظرك ابدا عن الطريق وانت عم بتقود. ولتزيد دقتك وانت بالقيادة وما تشيل نظرك عن الطريق، السيارة مزودة بنظام اظهار عدادات امامي او هيدز اب ديسبلاي اللي كمان تقدر تغير المعلومات الظاهرة فيه وبيعطيك معلومات مهمة أثناء القيادة. لما تكلمت لكم عن قيادة الكورفت Z06 قلت لكم انه بهديك السيارة فعلا حسيت انه في قوة زيادة عن اللزوم، خاصة لما عم تقود السيارة على طرقات عادية وداخل المدينة. ولكن مع الكورفت جراند سبورت ومع انها مزودة اكيد بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر وعم بيعطينا 460 حصان، وطبعا بسارع السيارة من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 3.6 ثانية فقط، ولكن وانا حاليا بوضع ايكونومي قيادة السيارة جدا مريحة، فيها هدوء فعلا فاجأني، وفيها خفة على المقود وكمية من الراحة والقيادة السلسة ما توقعتها بهيك سيارة. وأيضا بهذا الإعداد أو هاي الوضعية عم بلاحظ أنه تغيرت وضعية أو إعدادات تعليق السيارة لحتى عم بيقدر يخفف من كل التعرجات والمطبات في الطريق، وطبعا عم بيعطينا بنفس الوقت تخفيف لاستهلاك الوقود. ولكن مين بده يقود هيك سيارة بهيك وضع؟ بمجرد ما تحط السيارة بوضعية سبورت راح تسمع صوت الصمامات العادم الرباعي الموجود بالخلف عم تفتح أسفل الكابين، وبتغير كل شيء بداخل السيارة. بصير عندنا المقود حساس أكتر وتقيل أكتر، التعليق بصير صلب أكتر، وأيضا بتغير معانا إعدادات الجير اللي هو معانا اليوم أوتوماتيكي من 8 سرعات مع بادل شيفت. ياريت تمنيت لو كانوا واضعين المقابض خلف المقود وصانعينهم من المعدن بدل البلاستيك الموجود عليهم هلا. ولكن بغض النظر عن كل هذا، أجمل ما في هاي السيارة هذا الصوت الرائع اللي حنحصل عليه من محرك الـ V8 الجبار، فعلا صوت روعة ومتعة لا توصف بقيادة السيارة. ومش بس بالخطوط المستقيمة، فهي السيارة عم تعطيني احساس كبير وعالي من المقود، وانت راح تفوت بكل المنعطفات بسرعات عالية بكل ثقة، لانه الاطارات اللي حكينا عنهم اللي هم الميتشلن بايلوت سوبر سبورت عم بيعطوك ثبات كتير عالي للسيارة على الطريق، وايضا مع الزوايد اللي تكلمنا عنهم اللي عم تزيد من ثبات السيارة على الطريق، فانت حتدخل المنعطفات بكل سهولة وسرعات عالية وبثقة كبيرة، خاصة لما تعرف انه السيارة مزودة بفرامل بريمبو المعروفة. خلينا نسمع صوت السيارة مرة ثانية. فعلا اداء عالي من هاي السيارة، روعة.
فعلا بالنهاية أنا برأيي أنه الكورفت جراند سبورت هي أفضل سيارة كورفت ممكن تقتنيها لحياتك اليومية وأنك تستخدمها على الطرقات العادية، فهي عم تجمع بين شكل الجراند سبورت المميز جدا وأيضا مع قوة الكورفت مع ثبات وتحكم أكبر على الطريق. وفعلا هاي السيارة بسعرها هي منافس لأي سيارة رياضية ممكن أنك تفكر تقتنيها. ولكن بحب أقولكم أنه تروحوا على الوكيل لما تفكروا تشتروا كورفت جراند سبورت، لأنه في عندها خيارات ومواصفات متنوعة وكتيرة جدا. وشكرا على مشاهدتكم، وأشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله.